وزمالك، وانت لعبت مباريات اهلي وزمالك بشكل كبير جدا، شايف هذه المباراه بشكل عام ازاي؟ مش عايزك تتكلم عن الاهلي كويس ولا الزمالك، لا انا عايزك تتكلم بشكل عام، لان انت دلوقتي في وضع راجل مدرب منتخب مصر، وبالتالي عندك لعيبه من الاهلي وعندك لعيبه من الزمالك، وبالتالي المباراه مثل هذه المباريات عموما، خصوصا الاهلي خد الدوري، الزمالك ثالث او رابع هيروح كده كده الكونفدراليه، مش فارق معايا يعني، الاهلي مش فارق معايا كده كده خد الدوري، ازاي المباراه دي تبقى حلوه؟ ازاي اللعيبه تخش هذه المباراه؟ بص، هي فيها كذا نقطه. النقطه الاولانيه، وانت كنت استاذ مباريات قمه يعني اهلي والزمالك، عارف ان هي مهما كانت المباراه تحصيل حاصل، ولكن طبعا هي مباراه قمه ومباراه بطوله، وبنبقى مركزين بشكل كبير جدا كاهلي وكزمالك للامانه. صحيح يعني صحيح، هما الفرقتين الصراحه ما عندهمش حجه ان هم يطلعوا لنا ماتش كويس. نفسنا نشوف الاهلي، ماتش حلو. الاهلي منتشي واخد بطولات وعامل شغل كويس جدا، ويعني الناس كلها مبسوطه بيه وبنجاحاته، فما عندوش اي ضغط عصبي على البونت والثلاثه بونت والكلام ده، فالمفترض يبقى بيلعب بهدوء والدنيا تبقى حلوه جدا. الزمالك الفتره الاخيره مع اسوريا عامل شغل كويس جدا برضه، ابتدوا يفهموا طريقته وابتدوا يعملوا مردود كويس، ابتدوا يلعبوا وبيلعبوا، المفترض ما فيش ضغط عصبي عليهم، لا بيلعبوا عشان يخشوا مركز ولا اي حاجه، فانت المفترض برضه نادي الزمالك برضه ما عندوش حجه ان هو ما يطلعش ماتش كويس. فاذا الفرقتين المفترض ان هم هاديين جدا، هاديين جدا، فالطبيعي الطبيعي والمنطقي ان احنا بكره نتفرج على كوره محترمه، كوره كويسه، كوره تليق باسم الفرقتين، كوره تليق بصداقات الفرقتين بره الملعب، أيوة. كوره تليق بالجمهور اللي موجود، كوره تليق ب ب ب ب ب يعني عايز اقول ايه، احنا فعلا نستحق والكوره المصريه تستحق ان يبقى عندها فرقتين زي الاهلي والزمالك يطلعوا لنا مباراه قمه، الدول العربيه كلها والافريقيه تتحكى بيها كابتن للامانه. رايك في موسم النادي الاهلي اخيرا يعني مع مارسيل كولر؟ لا، موسم ناجح بشكل كبير جدا، ويمكن انا كنت قلت قبل كده ان القرار التاريخي اللي اتخذته اداره الكره في النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي براحه اللاعبين وقت ما كان خلاص فقد الدوري السنه اللي فاتت، ده كان قرار تاريخي، قرار مدروس جدا، يمكن كان في ناس معارضه للقرار دوت، انما اتضح ان القرار دوت كان ليه دور كبير جدا في ان اللعيبه تظهر بعد كده بشكل كويس قوي الفترات اللي موجوده السنه دي، فموسم ناجح بشكل كبير. كولر لما ابتدى يفهم الكره الافريقيه شكلها عامل ازاي والكره المصريه شكلها عامل ازاي، ابتدى يقدم مردود كويس جدا، اللعيبه بتادي بشكل كويس مع كولر، فانا شايف ان هو موسم ناجح للنادي الاهلي بشكل كبير قوي. نتمنى يا رب ان شاء الله كل التوفيق، واتمنى لك يا رب موسم ناجح وسنه تكون دائما جميله بعد الصعود للاولمبياد. انا برضو عايز برضو انا عايز برضو يعني معلش في عجاله كده، لا اتفضل، احيي الجهاز الفني والاداري والطبي للمنتخب الاولمبي طبعا، وخاصه الجهاز الاداري كمان كابتن محمود حرب مدير المنتخب ومعاه كابتن عمرو سلمان الاداري، الاثنين كانوا عاملين شغل قوي جدا مع الاستاذ طبعا شعبان بسطاوي اللي كان مسهل الامور بشكل كبير جدا، فانا بشكرهم من خلالك وبشكر كل جماهير مصر اللي دعمتنا، بشكر كل الاعلاميين اللي وقفوا في ظهرنا، بشكرك طبعا اسلام على المداخله دي، ويعني اول ما تقال لي اسلام الشاطر ما ينفعش، انت شرف لينا يا نجم ان انت تكون معانا. والله انت حبيبي يعني وعشت عمر كبيره جدا. الف الف مبروك يا شيتوس، وان شاء الله مبارك لك على ميداليه في الاولمبياد ان شاء الله. يا رب. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا، كابتن وائل رياض شيتوس طبعا نجم النادي الاهلي السابق ومدرب العام.